الله الرحمن الرحيم. سعادة السيد محمد النابودة مدير عام هيئة دبي للثقافة والفنون بالإنابة، أصحاب السعادة، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطالعنا تاريخ 19 من رمضان في كل عام، والذي يتوافق مع ذكرى رحيل مؤسس الدولة وباني نهضتها وكيانها البنيوي والمجتمعي المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لنتذكر معا ونقف وقفة إجلال وإكبار لشخصية زايد الإنسانية الفذة والتي لن نفيها حقها ولو نذرنا ما بقي من سدي عمرنا كله، لأن كل ما ننعم به من رفاه وأمن واستقرار وتوفر أسباب السعادة والحياة الكريمة إنما هو ثمرة عطاء زايد وسخائه وتفانيه في بناء وترسيخ الوطن وكرامة شعبه. والكل يعلم أن مواقف زايد الإنسانية ما كانت تحدها حدود، بل تجاوزتها إلى كافة بقاع الأرض، فقد امتدت أياديه الخيرة بصمت لتبني مدرسة أو مسجدا أو مشفا أو مدينة أو تمسح دمعة أو تطعم جائعا، وأصر زايد رحمه الله تعالى أن يكون هذا النهج الخيري الإنساني هو ديدن دولة الإمارات، دولة زايد الإنسانية والعطاء المستمر. والآن ندعو الأستاذ عبد الله بن محمد بن جاسم المطيري مستشار الهيئة لشؤون التراث والمتاحف، والأستاذ الأديب الشاعر إبراهيم السيد الهاشمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع دبي، ومدير الجلسة الأستاذ فهد علي المعمري مدير إدارة المكتبات العامة، لنستمع منهم إلى إضاءات في سيرة زايد الخالدة. فليتفضلوا المشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين ومن اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ معكم اليوم أولى فقرات هذا الحفل بوقفة مع رجل عظيم، وكلما أراد الله أن يقيد أمرا عظيما قيد له من الرجال من هم بعظمة هذا الأمر، فكان الشيخ زايد رحمه الله تهيئ له الأسباب وتوافقت معه كل أوامر الفلاح والنجاح ليقود دولة فتية غيرت مجرى التاريخ وأثبتت وجودها على خارطة العالم العربي والإسلامي والعالمي. وفي 2 ديسمبر 1972 رفع بيده علم دولة الإمارات فرفرف عاليا شامخا يعانق هام السحاب، وبدأ يكرس جل وقته واهتماماته لهذه الدولة ولهذا الشعب الذي أفرغ وقته وجهده لأن يكون أسعد شعب في العالم منذ ذلك الوقت، واختفى أثره من بعد المؤسسين وأيضا أولياء العهود الذين كانوا واليوم هم في سدة الحكم. لن تفي الكلمات ولن تفي السطور، وكثيرا ما كتبوا وكثيرا هي الكتب تملأ خزائن المكتبات، ولكن شاهد العيان دائما أبلغ من الكتابة ومن السطور. نحن اليوم معكم مع هامتين وقامتين من هامات وقامات الأدب والتاريخ في دولة الإمارات، الأديب والشاعر والباحث السيد عبد الله الهاشمي رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، و عاد حلفني أني أنا أبدي هاي. ونقول نحن أيضا مع سعادة المؤرخ عبد الله بن جاسم المطيري مع
مستشار هيئة دبي للثقافة والفنون لشؤون المتاحف والتراث، إن لم نقل هو التراث بعينه. وزايد رحمه الله كان رجل قائد ورجل تراث. وقبل أن أبدأ بالحديث أو قبل أن يبدأ بالحديث، أيضا كنت أتكلم بالمغفور له بإذن الله شيخ زايد بن سلطان، لم يكن رجل تراث في الحياة الصحراوية أو البادية، أيضا كان عالم بأمور البحر. كنت جالس مع أحد النواخذ فيتكلم، يقول كنا في فترة بداية الثمانينات وكان عندهم أحد سباقات الأشرع في ذلك الوقت بإمارة أبوظبي، فيقول كنت جالس مع الشيخ زايد وكان يسألني المحمل كم ارتفاع الدقال، فقلت الارتفاع بالارتفاع المعهود عندهم، فقال لي أوصيك تنزل ارتفاع الدقل لهذا المستوى، أعطى رقم محدد وقال لما يبدأ السباق دائما لا تحاول تي عند المتسابقين من العالي، يعني لا تيهم من فوق وتلف عليهم، تعالهم من سافل يعني من تحت المحمل وجازة، فبتكون عندك السرعة أفضل. بيقول اتبعت الخطة، انتهى السباق وأنا الفائز الأول في هذا السباق بفضل توجيهات حياة زايد المغفور له، الله يغفره ويرحمه إن شاء الله. لا أطيل عليكم، نبدأ. سعادة المدير العام شو تقول؟ أنت الحكم بينهم أحيانا. أوكي خلاص، نبدأ بسيد إبراهيم الهاشمي. طبعا المحاضرة بعنوان زايد القائد الإنسان، ومحاضرة سعادة عبد الله المطيري زايد والتراث. كل واحد عنده 20 دقيقة، ندري نحن 20 دقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشكركم على استضافتي. الحديث عن زايد يعني أكبر من مقامي بشكل كبير، اليوم الحديث عن زايد يأخذ مساحة لن نفيها في وقت ضيق، مهما تحدثنا أو كتبنا فزايد شخصية استثنائية ليست في تاريخ الإمارات حتى في التاريخ العالمي، شخصية تستطيع أن تكون دولة وتحول القبيلة إلى دولة، شخصية استثنائية، شخصية تدفع كل عمرها وتضع كل مال دولة لمصلحة المواطن والنهوض فيه، شخصية استثنائية. تمهيد فقط لمعرفة الشيخ زايد، نحن نعرف أن زايد بن سلطان، ولكن أنا أتمنى لو يعني كلنا نعرف الاسم الكامل، والشيخ زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى بن نهيان بن فلاح بن هلال بن فلاح، هذا الاسم الكامل الشيخ زايد بن سلطان. الشيخ زايد ولد في حسب ما يقال يا قصر الحصن يا في العين في 6 مايو 1918، توفي 2 نوفمبر 2004. محطات رئيسية في حياته، تولى حكم العين في 1946، حكم أبو ظبي 1966، كان أول رئيس لدولة الإمارات في 2 ديسمبر 1971. معالم القيادة في شخصية زايد طلعت حتى هو في العين، في بداية حكم مدينة العين فهو مؤسس أول مدرسة في مدينة العين، المدرسة النهيانية، وإنشأ أول سوق فيها، مهد الطرق في العين وأقام المشافي وعاد الملكية المشاعية للماء في العين، كانت المياه والأفلاج مخصصة للقبائل فحولها مشاع للناس كلها. أما عند توليه الحكم في أبوظبي غير ملامحها في سنوات قليلة، يعني ما بين 66 ل 71 للاتحاد تغيرت ملامح أبوظبي، لتدل على القدرة القيادية اللي كانت للشيخ زايد.
ابتدى التعليم الطرق والمواصلات انمدت في أبوظبي. أبوظبي كان فيها شح، نظام الإسكان، نظام الأمن، أنهى الخلافات اللي كانت موجودة بينه وبين الدول المجاورة. الدليل على أن زايد كان ذو بعد في التفكير، النظام كان قبلي والبدو رحل، أول شغلة فكر فيها الإسكان، كيف أخلي الناس تستقر في المكان، فبنى لهم بيوت في الغربية، في أبوظبي، داخل أبوظبي، في حدود أبوظبي كلها والعين، كان يبني البيوت للناس تستقر، يعطيهم عزب، يعطيهم مزارع، كان يصرف يعني يخلق الاستقرار، يخلق المدينة. هاي يعني الفكر البعيد اللي كان عنده، الحضارة تطلب استقرار، تطلب شعب مقيم في مكان واحد، وكان يصرف مثل ما كان يصرف للطلبة فلوس عشان تتعلم، كان يصرف حتى للماشية. كل راس غنم كان يدفع فلوس لصاحب المزرعة عشان يربي الثروة الحيوانية وتكثر، يصير عندك زراعة عشان يعطى مزارع لكثيرين عشان تطور الزراعة. في بدايات قبل تكوين الاتحاد كان الشيخ زايد دور كبير في مكتب التطوير أيام الوجود البريطاني، لدرجة أن 95% من ميزانية هذا المكتب كانت تأتي من أبوظبي، لأن كان الشيخ زايد يفكر أبعد من مجرد إمارة. حتى لما أسس الاتحاد، يد زايد كانت يد الطولة في هذا المجال، لأن لو ينقيس حتى على ميزانية الاتحاد، ميزانية الاتحاد ظلت لسنوات وسنوات وسنوات أكثر من 90% منها تأتي من أبوظبي. الشيخ زايد كان بعد النظر عنده والبعد الوحدوي يغلب كل شيء. يقول كلود موريس في كتابه صقر الصحراء ألفه عن الشيخ زايد، يقول: لقد دهشت دائما من الجموع التي تحتشد دوما حول الشيخ زايد وتحيطه باحترام واهتمام، وقد شق الينابيع لزيادة المياه لري البساتين، وكان الشيخ زايد يجسد القوة مع مواطنيه من عرب البادية الذين كانوا يشاركهم حفر الآبار وإنشاء المباني وتحسين مياه الأفلاج والجلوس معهم ومشاركتهم الكاملة في معيشته. مع تكوين الاتحاد، طبعا الشيخ زايد مع الشيخ راشد كانوا هم السباقين في فكرة الاتحاد، وسارعوا لها تماما مع إعلام بريطانيا نيتها على الانسحاب، فوقعوا اتفاقية ثنائية للاتحاد أسفرت عن دولة الإمارات لاحقا. انتخاب زايد كان قرار أتصور مو بعيد المدى في فكرة، كان يجسد هذا الرجل تماما بما وصل إليه من تطوير عملية الاتحاد، مش فقط اتحاد إمارات سبع، كان جزء منها الحلف الهناوي وجزء الحلف الغافري، وكان بينها حروب، عشان شيء زايد حول هذه الأرض سبع إمارات إلى أرض واحدة. اليوم أعتقد كل واحد فينا يفخر لما حد يقول عيال زايد. اليوم لما نطلع أي مكان في العالم وينقال من دولة الإمارات، تحس أن أنت مختلف. هذا الاختلاف ما هي وليد الصدفة، هذا وراه رجل زرع في طريقته في التعامل، كان لبعدين، بعد أن يأسس دولة ذات كيان تعب عليها، يدري أن هذا الكيان يحتاج إلى قيادات متعلمة، القيادات
قيادات المتعلمة كان يعني أنا حضرت في سنة من السنوات افتتاح مدرسة إعدادية اللي هي كانت مثل طرق من زياد، يا الشيخ زايد روحه يفتتحها. زايد كان حريص على افتتاح كل مدرسة في كل الإمارات، كان يصرف فلوس للطلبة عشان يتعلمون، لكن بعد النظر كان عنده أن أنا ما أحتاج فقط طلبة ثانوية، أنا أحتاج تعليم جامعي، فأنشأ جامعة الإمارات في 76 ومن عقبها كلية التقنية في 88. لكن حتى ونحن طلبة في الجامعة كانت تصرف لنا فلوس عشان نتعلم، لأن الشيخ زايد كان يؤمن أن بالتعليم سنتطور، بالتعليم نقدر نحن نصنع الوحدة ونتحول من أشخاص كل واحد ينتمي إلى قبيلته أو ينتمي إلى إمارته إلى شعب ينتمي إلى دولة. زايد شخصية لم يصنعها التاريخ، هي صنعت التاريخ. زايد كتب اسمه في التاريخ، مش في تاريخ دولة الإمارات، في التاريخ العالمي. عشان شي كانت أهدافه الاستقرار الحضري اللي هو أن الإسكان، عشان شي كان البيوت الشعبية توزع في كل مكان مع حزب مع مزارع مع مساعدات مادية حتى يتكون هذا المجتمع بطريقة فعلا مستقرة تنشئ دولة. للمعلوم في عهد زايد زرعت في دولة الإمارات 140 مليون شجرة، رقم ما حصل في أي دولة في العالم في عهد حاكم واحد. في عهد زايد تحولت دولة الإمارات الرقم واحد في النخيل، 40,700,000 نخلة. هذا يدل على أن يعني زايد وين كان يطمح؟ يطمح تحويل هذه الصحراء إلى أرض خضراء منتجة. يعني ذات كيان وذات سيادة وعنده اكتفاء. طبعاً هذا الشعب أيضاً يحتاج إلى رعاية، فكانت المستشفيات وفي كل الإمارات. وعشان يربط هذه الدولة المترامية مدة الطرق ما بين كل الإمارات كل القرى، كان الشيخ زايد حريص أن روحه يروح يشوفه ويتأكد أن تم بناء السدود بناء الشوارع، كان حريص أن الدولة تكون مترابطة بكل أجزاء. أما في الأمن والجيش فكان الحرص على توحيد الجيش، توحيد قوى الأمن، وكان حريص على أن هذا الجيش يتحول إلى جيش مش مجرد جيش يملك أسلحة فقط، إلى جيش متمرس. عشان شي كان الجيش الإماراتي دور في الصومال، دور في لبنان، دور في أفغانستان، دور في كوسوفو، دور في تحرير الكويت. اليوم الخبرة اللي اكتسبها الجيش الإماراتي بمشاركاته هذه اتضحت اليوم فيما يحدث في اليمن، قوة الجيش الإماراتي بخبرة أبنائه. هذا غير زايد. زايد كان يشتغل على بعدين، أنت ما تأسس دولة من الداخل فقط، تأسس دولة بعد عالمي وبعد عربي، لأن يؤمن أن انتماءه أكثر من مجرد أن دولة من في جسد خليجي فقط، لكن لا ينظر أن لا يجب أن يكون لها صيت، يجب أن يكون لها مكان. كان ينطلق دائما في سياسته إلى التوازن والحكمة، عشان شيء طلع على لقب على الصعيد العربي اللي هو حكيم العرب. لزايد مواقف وايد واضحة في الصعيد العربي، كان موقفه في حرب رمضان ما بين مصر وسوريا ضد إسرائيل، الدم العربي أغلى من البترول، البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي،
أول حاكم يوقف النفط عن أمريكا ودول أوروبا كموقف سيادي يخدم الأمة العربية. في حرب الخليج الأولى بين إيران والعراق موقف الشيخ زايد كان موقف حكيم لم يؤخذ به للأسف. دعا لإيقاف الحرب اللي استمرت أكثر من 8 سنوات بين الجارتين إلى إيجاد مجموعة من الحكام العرب تعتبر لجنة تقصي حقائق بعد إيقاف الحرب بين الجهتين، وبعد المداولات والتحقيق في أسباب الحرب والمتسبب فيها تصدر قرارها ويلتزم الجميع بقراراتها وتعتمد من جامعة الدول العربية وتنفذ سواء كانت صالح العراق أو صالح إيران، لكن لم يؤخذ باقتراح الشيخ زايد. في حرب الخليج الثانية كان موقف دولة الإمارات وايد واضح بمساندة المظلوم في الكويت، ولكن حتى في بداية الحرب الشيخ زايد روي عنه أن قال لهم خلوا لي صدام أنا بروح العراق وأنا بطلع منها، لكن لم يؤخذ به لأن يعني أطراف دولية. لكن حتى بعد ضرب العراق اقترح على صدام حسين الخروج من العراق وتركها وبيعطيه مقر آمن في دولة الإمارات لحفظ العراق، وليت فعل كان العراق اليوم في ألف خير. زايد ساهم بشكل رئيسي في تكوين مجلس التعاون الخليجي. هذا فقط أنا أعطي مؤشرات عن البعد اللي كان عنده لخلق دولة ذات كيان، دولة لها اسم ولها قوة ولها ثقل على الصعيد الخليجي، على الصعيد العربي، على الصعيد العالمي. طبعا مثل ما ذكرت كان له مواقف في لبنان، في فلسطين، في مصر، في كوسوفو، في أفغانستان، في باكستان. هذا البعد عطى ثقل لدولة الإمارات في حرب الخليج، لما الإمارات كانت عقد صفقة أسلحة مع أمريكا، فأمريكا كانت تطلب شيء معين فأمريكا ألغت الصفقة بعد النظر عن زايد توجه إلى دولة أخرى هي فرنسا. تم شراء الأسلحة من فرنسا. الحكومة الفرنسية تقديرا لهذا القائد كسرت البروتوكول الفرنسي اللي هو عادة الرئيس يزور فرنسا ويستقبل في قصر الأليزي. الرئيس الفرنسي استقبل الشيخ زايد في المطار، كسر البروتوكول لأن شخصية زايد كانت شخصية فاعلة. هذا يدل على المكان اللي وصلت لها دولة الإمارات بحس زايد، البعد اللي خلقه زايد للدولة. اليوم نحن نعيشه أن نحن اليوم نسافر إلى تقريبا نصف الأرض بدون فيزا. هذا ما يا من فراغ، هذا يا من عملية تراكمية، من قيادة صنعت هذا الفارق، من قيادة سعت لخلق اسم دولة. كل ما ذكرت في أي محفل من المحافل ينقال وراها والنعم. لو ينا البعد غير القيادي الإنساني في الشيخ زايد، رقم واحد فقط يدل على مدى حرص هذا الرجل مش فقط أن الخير إجل هذه الأرض، ولكن الخير يجب أن يعم سواء الوطن العربي أو العالم. كانت يده ممدودة بالخير اللي عم هذه المنطقة، حتى بلغت المساعدات الخارجية لدولة الإمارات حتى فقط لسنة 2098 مليار، رقم ما قدمت أي دولة في العالم لأي حد. هذا ما قدمه زايد، وغطت هالمساعدات 117 دولة. لو جينا نحصي فقط بعض المؤشرات في دعم زايد للجانب الإنساني على الصعيد الدولي، في انتفاضة الأقصى تبرع ب30 مليون درهم، بنى مدينة الشيخ زايد في غزة، بنى الحي الإماراتي في رفح، ضاحية الشيخ زايد في بيت حنانيا، العديد من المستشفيات والمدارس والمراكز في الضفة الغربية.
أنشأ قرية العامرة في تونس، بدأ المعاهد الثانوية في تونس، أنشأ صندوق الإنماء الاقتصادي العربي مساعدة الأشقاء العرب، قدم 160 مليون درهم للبحرين لتمويل المشاريع الكهربائية، بناء مدينة زايد في البحرين، إنشاء إذاعة صنعاء وتلفزيون صنعاء، وضع حجر أساس سد مأرب، مد الشارع من صنعاء لمأرب ب 187 مليون. في مصر بنى كثير من المستشفيات والمناشط السياحية، وقدم 20 مليون دولار لإحياء مكتبة الإسكندرية عشان مدينة زايد في القاهرة. عشرات المشاريع في المغرب، تطوير مركز مريم الخاص برعاية الطفولة، 40 مليون درهم لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المغرب. أنشأ كلية الطب ومستشفى ناصر بمدينة ود مدني بالسودان، دعم مشروع التنمية الريفية بدارفور، إنشاء ثلاث مراكز إسلامية لنشر الثقافة العربية والإسلامية في باكستان، توسيع الطرق الجبلية في باكستان، بناء المساجد، حفر الآبار والمياه، بناء المساجد، المدارس، المساكن، تقديم 40 مليون درهم منحة لبنغلاديش، دعم من المنظمات العالمية، اليونيسيف، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صندوق رعاية الطفولة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، زاد رأس مال صندوق قبض المال الاقتصادي إلى 500 مليون لدعم الأشقاء العرب، دعم إنشاء بنك الإسلامي للتنمية ب 110 مليون، 5 ملايين قدمها دعم للولايات المتحدة الأمريكية لما صابهم إعصار في أندروا في فلوريدا، يعني حتى الدول الكبيرة كان يمد يدلعون لها. قدم 10 ملايين لدعم شعب البوسنة والهرسك، أقام مطبعة إسلامية لنشر الثقافة العربية والإسلامية في الصين، عملية نزع ألغام في لبنان، 911 مليون درهم لدعم المشاريع في سوريا. أستاذ إبراهيم دقيقتين عندك إن شاء الله بنختم الآن. أتصور أن قائد يتحول اسمه إذا ذكر ما بين الأطفال أو حتى الكبار، لما نقول زايد نقول بابا زايد، يتحول إلى أب، من قائد يتحول إلى أب. هذه شخصية زايد اللي كلنا نفخر فيها، كلنا اليوم ما أعتقد واحد فينا لحم كتافه مخير زايد. في فقط بختم كلمة كتبها باحثين اللي هم الدكتور فاطمة الصايغ والدكتور فالح حنظل في أحد كتبهم، وصور شخصية زايد تماما، يقولون فيها أن الواقع الرائع الذي بناه زايد وصحبه الكرام اليوم لا يجوز وصفه بالاكتفاء بتدبيج عبارات إنشائية في مديح البنية المادية دون الغور العميق في فلسفة الحكم والنظرية السياسية التي طبقها زايد، واستطاع أن يبني بها هذا الصرح العظيم. هي فلسفة ونظرية مستمدة من موهبة إلهية وعقل غريزي وحنكة مكتسبة، شكلت العصب النفسي والروحي والإيديولوجي لحركة مسيرة النهضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي لذلك جديرة بدراسة علمية أكاديمية تضعها في مصاف الدراسات الإنسانية العليا لتتبحث في نشوء الأمم وارتقائها. الله يغفر ويرحم الشيخ زايد أبو الجميع الذي جعلنا اليوم نستطيع أن نقف أمامكم ونتحدث لولا ما قدمه لنا وبثه فينا حتى تعلمنا وأصبحنا قادرين أن نجلس هنا ونتحدث عنه. أتمنى فقط أن ينظر لشخصية الشيخ زايد وتدرس بإمعان وتدرس في المدارس، لأن هذه الشخصية شخصية فريدة، والشخصيات الفريدية الفريدة اللي تصنع الأمم يجب أن تكون في الطليعة. شكرا.
كل الشكر والتقدير للأستاذ الباحث إبراهيم الهاشمي على ما قدمه من معلومات يمكن أكثرها كان غايب عنا نحن من خلال الأرقام والإحصائيات التي تعكس حب زايد الخير للخير وحب زايد العطاء للعطاء، وما زال رحمه الله يعطي وينفق، والحمد لله رب العالمين على ما قدمه وعلى ما يقدمه وهو غائب عن هذه الحياة. المستشار عبد الله بن جعسر المنطيري تتكلم عن المقبول للشيخ زايد عن التراث، وأنت رجل تراث يعني وافق شن طبقة، فالميكروفون عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الله صباحكم بكل خير. تحية للجميع على هذا الحضور الطيب، وأحيي أدبا سعد الأخ سيدنا أبو دمدي العام، والتحية موصولة للجميع وخاصة ضيفنا العزيز إبراهيم سيد الهاشمي، شاكرا له هذه المحاضرة الطيبة اللي فعلا تعرفنا على الكثير من الألقاب التي كنا نجهلها. طبعا أنا بتكلم عن جانب اهتمام زايد بالتراث. الشيخ زايد لم يكن حاكم عادي، وإنما كان حاكم بامتياز، ليس فقط على مستوى السياسة والجوانب الأخرى، وإنما أيضا أولى للتراث أهمية منذ أن تولى حكم إمارة أبوظبي في 6/8 من عام 66، وإن كان قبلها في بداية العلم ما تفضل أستاذنا أن أنشأ العديد من المراكز التراثية أيضا، لكن شخصية زايد مع اهتمامه بالثقافة والسياسة، ولكن ظل كعادته بدويا، لم يتغير في طبعه وفي سنعه وفي عاداته، بل كان يحث الناس حتى على أن يتمسكوا بالعادات، يتمسكوا بالتقاليد. كان يحث الآباء على أن يأخذوا أبنائهم إلى المجالس، لأن في عرف زايد وعرف أن المجالس مدارس، فتعلم الكثير من جيلنا ومن سبقنا من المدارس قبل أن يتعلم من المدارس. فالشيخ زايد طبعا له أقوال يعني لا يسع المقام الآن لذكرها، ولكن سأذكر بعض الأقوال بعجالة. قال زايد في أحد مقالاته أن التاريخ سلسلة متصلة من الأحداث، وما الحاضر إلا امتداد للماضي، ومن لا يعرف ماضيه لا يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله. فمن الماضي نتعلم ونكتسب الخبرة ونستفيد من الدروس والنتائج، وأخذ الأفضل ما يتناسب حاجاتنا الحاضرة، ونتجنب الأخطاء التي وقع فيها الآباء والأجداد. أيضا الشيخ زايد رسم خارطة الطريق اللي بجاء من بعد في كيفية المحافظة على التراث. أيضا من أقوال الشيخ زايد أننا يجب أن لا ننسى أجدادنا وما قاموا به من أعمال واكتشافات، ولقد قلت الإمكانيات المتاحة لهم، ولو توفرت لهم الإمكانيات المتوفرة لنا الآن لما استطاعوا أن يقدموا الكثير، لما استطاعوا أن يقدموا الكثير والكثير من الأعمال العظيمة. إذا ما تحدثنا عن زايد والشعر، زايد أولى للشعر اهتمام كبير، بحيث أن تبنى من في طباعة الكثير من كتب الشعر، وكان يعني يشرف بنفسه على طباعة هذه الكتب والاهتمام بالشعر، بل رصد مبالغ سخية لدعم الشعراء، وكان يعني من كثر اهتمامه بالشعر كان يجاري بعض الشعراء،
أحد الشعراء يخبرني أن جاء لزيارة الشيخ زايد فأراد أن يدخل على الشيخ زايد فمنعوه. قالوا الشيخ زايد ما يتحمل يشوف أحد، حتى أن أقرب الناس له منعهم من الدخول. فقال بشوفه، قال بيضرب، قال خلي يضربني، المهم أن أدخل عليه. فدخل عليه وقعد قرابة ربع ساعة أو أكثر، كان الشيخ زايد ما يتكلم أبدا. سبحان الله، هذا تجرأ وهو اللي تحدث، بدأ بالحديث مع الشيخ زايد وعد عليه قصيدة وقال له بعض القصص، حتى أن الشيخ زايد من كثر الضحك زين ما لاقفه. فهذا الشيء يدلنا على أن الشيخ زايد يولي للشعراء أهمية. تجدون أن الشعر يعني وصل ذروته مع بداية تولي الشيخ زايد الحكم واستمراره طبعاً مع حتى قيام الدولة. وكلكم يعلم ما مدى وجود كتب الشعر والبرامج الشعرية كمجلس الشعراء مثلاً في دبي ومجلس الشعراء في أبوظبي، وكان طبعاً يرصد مبالغ كبيرة للشعراء سواء كان في البرامج أو حتى خارج البرامج. هذا ما يتعلق بجانب الشعر. كلكم يعلم ما مدى اهتمام زايد بالهجن، وليس فقط اهتمام زايد أن من جعل الرياضات التراثية كسباقات الهجن وغيرها، ولكن أراد زايد أن يعطي لهذا الحيوان الذي خدم مجتمع الإمارات في سنين الفقر والفاقة أهمية، وأصبح يعني طبعاً يعني أصبح الجمل في ذاك في عهد زايد سواء كانت الجمال المخصصة للسباق أو حتى الجمال المخصصة للتربية. فيعني وصلت أسعار الجمال أسعار خيالية لم تكن تعرف من قبل، وحتى سبقنا الكثير من الدول اللي سبقتنا في النشأة. فلم يقتصر فقط اهتمام زايد بسباقات الهجن في دولة الإمارات، وإنما تجاوز اهتمام زايد حتى وصل اهتمامه أن رصد جوائز لسباقات الهجن في بعض الدول الخليجية. أيضا كان هناك بعد نظر عن زايد عندما قام بزيارة المغرب، طلب أن يقام سباق للهجن، وفعلا أنشأ ميدان للسباق على نفقة الشيخ زايد في مدينة مراكش في المغرب. هذا الشيء بالنسبة للمغاربة لم يكن معتاد عندهم ولم يكن يعرف عندهم في ذاك الوقت أن هناك في سباق للهجن، ولكن زايد أحيا هذه العادة، بل نسخت هذه العادة في مجتمع المغربي. يعني قد يستغرب الإنسان إذا قلت أن في أستراليا عند زيارة الشيخ زايد لأستراليا وجد كم وكيف من الهجن اللي ما وجدت اهتمام فيهم، بل أراد بعض رؤساء الوزارات في أستراليا أن يعدموا الجمال لكثرتها. فالشيخ زايد أنشأ ميدان لسباق الهجن في أستراليا، وأول مرة في تاريخ أستراليا يقام سباق للهجن. هذا ما يتعلق بالنسبة للهجن. أيضا يعني سبحان الله حث ملاك الهجن على الاهتمام بها، وساهم مساهمات كبيرة في دعم ملاك الهجن، ما جعل لأصحاب الهجن السباق الجمال عفوا رواتب، حتى يعني كان لكل عزكم الله جمل، بل حتى المواشي الأخرى بطاقات، حتى أحد الأشخاص عين لتحديد قيمة كل مكافأة لحيوان من الحيوانات عزكم الله، حتى أن أطلق على هذا الشخص الذي كلف بمتابعة أحوال الجمال وغيرها من الحيوانات سموه شيخ الهوش، لأن كان هو اللي عنده الأمر في صرف المكافأة. هذا ما يتعلق بسباق الهجن. إذا ما تكلمنا عن سباقات الخيل، أيضا تجدون أن الخيل أصبح لها كيان، وإن كان الخيل منذ ابتدأ من أيام
الجاهلية كان لها اهتمام، أي حتى من بداية العصر إسماعيل عليه السلام اللي هو أول من روض الخيل، لكن وجدت اهتمام كبير من قبل الشيخ زايد. وطبعا اهتمام الشيخ زايد انعكس أيضا على الباقين من أصحاب السمو الحكام، وأولوا اهتمام كبير وأصبحت مضامير الخيل موجودة في كل مدن الدولة، بل تجاوزت مدن الدولة، وأنشأ الشيخ زايد أيضا مضامير للخيل خارج حدود الإمارات. فإذا يعني الشيخ زايد لم يكن اهتمام فقط بالإنسان، وإنما اهتم كذلك بالحيوان. مثال بسيط يعني اهتمام الشيخ زايد بالحيوان، يخبرنا الأخ علي بن سالم الكعبي يقول كنا في جنيف والشيخ زايد قاعد في قهوة ويون السناجب والطيور يأكلون مخلفات بقايا، وطبعا القهوة ما كان فيه أكل ولكن بعض الكيف والأشياء. فيقول الشيخ زايد انتبه لي، يقول انتبه صوبي، قال لي علي خليه هنا مدير القهوة. قطع مقامر أنا بس أدفع. قال لا خليه. قال لي اسمع، سوي لي حساب وشوف كم تكلفة أكل هالطيور والسلاجب في السنة. صور الشيخ زايد كيف يهتم ب يعني أصغر الأمور اللي ما كان حتى في ما كان حد يفكر في يوم من الأيام إنه بيسوي راتب أو بيسوي يعني بيخصص مبلغ لإطعام الطيور في جنين. إذا ما أتينا إلى السباقات البحرية، أيضا الشيخ زايد أنشأ جمعيات ومؤسسات معنية بالسباقات القوارب، سواء قوارب التجديف أو القوارب الشراعية. وطبعا السباقات غطت مدن الدولة بشكل عام، وأصبح لها ميزانية خاصة ترصد كل عام للسباقات اللي بتكون. وكان الشيخ زايد رحمه الله عليه بنفسه يشرف على هذه السباقات، سواء كانت سباقات الهجن أو سباقات الخيل أو حتى سباقات السفن الشراعية منها أو التجديف. وكان هو الذي يحدد موازنة أو مكافآت كل هذه السباقات. هذا يدل على شيء، ما يدل على بعد نظر الشيخ زايد ومدى اهتمامه. أنا أقول أن الشيخ زايد لم يهتم فقط بمجرد سباق، ولكن أقول أن الشيخ زايد ركز على أمور ثلاث اللي هي الخيل والهجم أي البوش أو الرشاق، وكذلك السفن، لأن الإنسان الإماراتي قديما كان يعتمد على هذه الوسائل. فاعتماد الإنسان الإماراتي في البحر تماما، سواء كان بالصيد أو بالغوص أو بالأسفار. وطبعا لا تنسون أن أهل الإمارات سادة للبحار، ووصل سفنهم إلى أقاصي بلاد العالم. إذا ما تحدثنا عن الجمال، كان اعتماد الإنسان الإماراتي أيضا في تنقلاته وفي أسفاره وكذا، يتنقل كذلك في على ظهور الجمال وكذلك الخيول. فيعني إن اهتمام الشيخ زايد لم يأتي من فراغ، وإنما أتى لرد الجميل، سواء كان للإنسان الإماراتي الذي يستخدم هذه الوسائل أو للوسائل نفسها، حتى لا تنقرض وأن تبقى في ذاكرة أبناء الإمارات. الصناعات اليدوية، أنا بكلمكم من تجربة. أنا رافقت الشيخ زايد في ثلاث سفرات. يعلم الله أني كنت في المغرب في سنة 91، أعتقد الأخت عائشة كانت موجودة، أخبرونا أن الشيخ زايد بيزور معرضنا في اللي كان أسبوع الثقافي الإماراتي في دار البيضاء. قالوا الشيخ زايد بيجي من إيش؟ من الرباط. المعرض كان يفور من كثر البشر. فجأة ما وجدنا إلا أنفسنا اللي الوفد الإماراتي موجود داخل المعرض. شو اللي صار؟ قالوا الأمن المغربي منع الناس من دخول المعرض، بل أخرجهم من المعرض بحجة أن الشيخ زايد قادم. سبحان الله، أحد الأشخاص قام واتصل بالأخ أحمد خليل السويدي وأخبره أن هذا ما حصل من جانب الأمن المغربي.
خبر الشيخ زايد، قال الشيخ زايد أقضي كل شيء على وضعه، أنا جاي أشوف الناس. فردوا طبعا سمحوا للناس، وكان الشيخ زايد رحمه الله عليه وصل تقريبا الضحى إلى المعرض في سيارة مرسيدس حتى طرازها قديم، نزل وكان في عياله. قال عندي أحد أصدقائي من التجار المغاربة احتكر الفضة على عموم المغرب في سنة 90. قال لي هذا الشيخ زايد، دعم هذا الشيخ زايد. قال أنا ممكن أكلم الشيخ زايد وأسلم عليك الدعم كل سنة. فمسكته من يده وديته الشيخ زايد طويل العمر، هذا يبغى يسلم عليك. يعلم الله أكثر من أسبوع وهذا الرجل يتصل بعموم المغرب أني أنا اليوم سلمت على الشيخ زايد، لأنه يقول نحن ما نشوف حكامنا إلا في التلفزيون. فشوف سماحة زايد وبساطة زايد، أنه كيف هذا الإنسان استطاعني إيش أن يعني ينبهر بما رأى من سماحة زايد وتلاطف زايد معه، لدرجة أنه خرج كرت البزنس كارت ماله وعطى الشيخ زايد، حتى الشيخ زايد ابتسم عندما استلم البطاقة منه. زار الشيخ زايد معه الكثير من الحكام، يعني إذا ما أراد أن يتجول في المعرض يعني يمر على جناح جناحين ثلاثة. يعلم الله أن الشيخ زايد أرضى كل الحضور وزار كل جناح، كل جناح، حتى أن استوقفه واحد كان يروى الياخ، فسأله مثل ما تفضل الأستاذ إبراهيم أن كان الشيخ زايد ملم حتى في الأمور الدقيقة اللي يعني تخص الإنسان العادي. فقال له شو حجم عين كل الليخ والقربور كيف يسوون وهذه، وحتى صحح بعض المعلومات للشخص. هذا يدل على أن الشيخ زايد قريب من المجتمع، قريب من أهله، فيتعرف على كل صغيرة من احتياجاتهم. مر بالنسبة للحرف اليدوية، أولى الشيخ زايد اهتمام كبير بالحرف اليدوية وأنشاء الجمعيات ودعم الجمعيات، وطبعاً تولت أم الإمارات الشيخة فاطمة مسؤولية هذه الجمعيات ودعمتها دعم قوي، لدرجة أن كل جمعية تتباهى أمام الأخرى بما تقدمه أم الإمارات من دعم. وطبعاً لا ننسى أن أم الإمارات تعلمت من وين؟ من مدرسة زايد، تعلمت مدرسة زايد. هذه مرة. المرة الأخرى اللي رافقت الشيخ زايد أيضا في عام 95، وبعد كانت أيضا في المغرب، ويمكن أعتقد أستاذ ضاعن يذكر أن أقمنا معرض عن الوثائق الخاصة بحق الإبارات في الجزر الثلاث. الشيخ زايد أيضا يعني أقام احتفالية كبيرة في المغرب بعد انتهاء المعرض لكل الوفود، يعني قرابة نحن أكثر من 400 شخص كنا موجودين. الشيخ زايد أولم للأشخاص وأراد أن يعمل إيش مقارنة بين التراث الإماراتي والتراث المغربي، فوجهت الدعوات إلى كل الحواضر في المغرب وإلى كل الولايات في المغرب للمشاركة في هذه الاحتفالية. وطبعا أدبا الشيخ زايد أمر بأن تقدم الأنشطة والفعاليات المغربية قبل البدء بأنشطة الإمارات، إكراما وإجلالا لوجودنا في المغرب واحتراما للشعب المغربي. هذه من العادات والسنع اللي كان يهتم فيها الشيخ زايد. يعني مهما تكلمنا عن زايد لن في هذا الإنسان حقه. زايد شخصية أسطورية، شخصية عملاقة، مثل ما تفضل الأستاذ إبراهيم أن استحق وبجدارة أن يكون حكيم للعرب. زايد أولى اهتمامات كبيرة بخدمة التراث، أنشأ جمعية حماية التراث أو جمعية إحياء التراث الشعبي. ونظرا لاهتمام زايد بالتراث وأهمية التراث،
أمر بأن يعين الشيخ محمد بن زايد حفظه الله رئيسا لهذه الجمعية، والأخت عائشة أيضا كانت عضو بهذه الجمعية. أيضا أنشأ نادي تراث الإمارات وعين كذلك الشيخ سلطان بن زايد رئيسا لهذا النادي. هذا يدل على إيش؟ يدل مدى اهتمام زايد بالمحافظة على التراث. يعني التراث مش كلمة تقال فقط، لكن الآن وبعد مضي سنوات على وفاة زايد لا يزال يذكر الجميع دور زايد وأهميته بالمحافظة على التراث. ونحن إذا ما لدينا بعض المعلومات عن التراث إنما تعلمناها من مدرسة زايد، حتى أن يعني أنا مرة كنا في مسوي بيت شعر في المغرب، فجلست أبطل الأكل، قال لي هذا الشامي جايبينه من هناك ولا مسوينه هني؟ قلت له لا طويل العمر مسوينه هني، لأن نحن صرنا مراكش ويبنى عزكم الله يبنى بوش ويبنى هوش زين ويبنى بقر على أساس أن نسوي منها الشامي واللبن، وكذلك يعني حتى أنه يبنى أذكر يبنى أربع بكرات من المغرب، وواحدة حملنا عليها ماء وواحدة حملنا عليها حماية الحطب وواحدة حملنا عليها سح. انبهر كثير من المغاربة بأن هذه الإمارات الآن اللي يتحدث عنها الناس بهذا التقدم وهذا الاهتمام من التقدم الحضاري إلى اليوم تهتم بالجمال وتهتم بوسائل النقل. نعم تقدمنا، ولكن أخذنا الماضي بأيدينا حتى لا ننسى تاريخنا ولا ننسى حضارتنا. هذا أول ديوان شعر لمايدي يطبع على نفقة الشيخ زايد. الشيخ زايد عندما نشأت الدولة طبعا من الأمور السيادية الفلوس، طرحوا على زايد عدة نماذج فاختار هذا النموذج. يمكن طلع النموذج، نعم هذا نموذج لفلس. قال نحطه هذا ليش؟ لأن هذا الفلس يحمل ثلاث نخلات، والنخل من أهم مصادر الدخل ومصادر الاقتصاد في الماضي وأيضا في الحاضر. فنظرة زايد أن نحن نثبت اهتمامنا بالنخلة، ولا تنسون أن الفلوس تقع في كل يد، فبالتالي الكل بيحافظ على النخلة ويهتم. نعم الثروة السمكية أيضا الشيخ زايد عيب هذا النموذج وقال نعم الثروة السمكية الإنسان الإماراتي قديما وحديثا اهتم بالسمك، فإذا بالتالي حطوا صورة السمكة على العملة حتى يظل الإنسان الإماراتي والأجيال القادمة تحافظ على هذه الثروة. السفن مثل ما ذكرت أيضا اختار زايد هذا النموذج حتى يبقى الإنسان الإماراتي مرتبط بتاريخه البحري اللي طبعا كان لنا الحمد لله السيادة والريادة إلى أن أصبحنا سادة للخليج العربي بل حتى المحيط الهندي. نعم أنتم عرفتوا أن الشيخ زايد كان مهتم أيضا بالثروة الحيوانية، وأعتقد الكثير منكم من زار جزيرة صير بن إياس وشاف المحمية الموجودة فيها والضبع الموجودة فيها، وأن ياب حتى الكثير من الضبع من خارج الجزيرة العربية حتى تهجن وتوطن في الإمارة. أحد مصادر الدخل الرئيسة في دولة الإمارات البترول، فإذا كان للبترول نصيب في اختيار فئة 50 فلس أن تحمل
المنصات منصات البترول على اعتبار ان الثروة الحقيقية اللي حبانا الله بها، وان وبالتالي الشيخ زايد لم يبخل على الانسان في الامارات وخارج الامارات، مثل ما سمعنا من اخونا ابراهيم ان كيف وصلت مكارم الشيخ زايد الى العديد من العالم. والشيخ زايد طبعا لم يفرق في عطائه لمسلم او غير مسلم، عربي او غير عربي، فالحمد لله عطاء الامارات وصل الى اقاصي العالم. نعم، ايضا فئه الدرهم كانت تحمل صوره الدله واللي هي رمز الضيافه في دوله الامارات العربيه المتحده، واللي كان الشيخ زايد دائما يحث على الكرم وعلى الضيافه، وحتى من باب المحافظه على الكرم كان الشيخ زايد ينصح الاسر ان نعم بامكان الاسر ان تاتي بخادم يقدم قهوه للضيف، ولكن الشيخ زايد كان يحثهم على ان ابنه لازم هو الذي يقدم القهوه للضيف من باب التقدير والاحترام. والله تعوزنا في الموضوع وايد تعوزنا في الموضوع. نعم، اول ما نزلت او صدرت العملات الاماراتيه تحديدا في 19/5/73 عرضت مثل ما قلت عده نماذج حتى في العملات الورقيه، لكن اختار الشيخ زايد هذا النموذج لما له من اهميه. البترول مصدر دخل رئيس، النخبه مصدر دخل، اهتمام بالقوافل، الجمال، السفن، وطبعا لو تلاحظون ايضا ما تشعر في الظهر مكتوب اسماء الامارات السبع في زاوية النور. أيضا اختار نموذج من معلم من كل إمارة ليعطي كل إمارة حقها في الإصدار، حتى أن الناس عندما قاموا باستبدال الدينار البحريني وريال قطر ودبي قالوا اليوم طايح فلوس عليها صورة جافلة، فلوس مجافلة، فهذا يعني يدل على مدى بعد نظر زايد في ترسيخ مفاهيم وحفظ التراث حتى على الفلوس، يتعرف أبنانا ويتعرف زايرنا عن مدى اهتمام زايد بالتراث وبأهل التراث. يعني كان الأشخاص اللي يقومون على التراث لهم يعني مكانة عند الشيخ زايد. يعني أنا جلست في مجالس كثيرة مجالس الشيخ زايد، كانت عند زيارة لفرنسا وزارنا في قرية التراث في أبوظبي قبل الزيارة بيوم، وكان معه وفد فرنسي من التلفزة الفرنسية لإجراء مقابلة قبل الزيارة، فالشيخ زايد مر بنفسه أصبح مرشد سياحي يعرف الزائر الفرنسي عن مقومات التراث في دولة الإمارات والأجنحة والأقسام التي ضمها قرية التراث في أبوظبي اللي كان مكانها تقريبا بالقرب من منصة الاحتفالات. هذا يدلنا على إيش؟ يدلنا على أن الشيخ زايد لم يكن حاكما فقط، وإنما كان أبا وكان معلما. وطبعا هذه الاهتمامات من زايد أن يقوم بمرافقة وفد إعلامي فرنسي يدل مدى حبه للتراث ولتحسيس الضيف عن مدى اهتمام الإماراتي سواء كان القيادة أو الشعب بموروثه وتاريخه، لأن مثل ما ذكر الشيخ زايد أن من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل. فإذا نحن الحمد لله مثل ما قلتم أن تقدمنا في مجالات كثيرة، في مجال التكنولوجيا، في مجال التجارة، في مجال النفط، في مجال البنية التحتية، في مجال العمار. الآن شو الحمد لله الإمارات تتباهى بأن يعني أطول أبراج في العالم في الموجودة في الإمارات. يعني كان الأمريكان يتباهون بأن البرجين هذين من أعلى الأبراج، في الوقت اللي نحن في سنة 64 عملت الإمارات طابع بريد مناسبة معرض نيويورك، حاطين أبراج نيويورك وحاطين
أكبر بناية عندنا كانت بنك دبي الوطني 4 أدوار، الآن زالت أبراجهم وقامت أبراجنا ولله الحمد لله. وطبعاً هذا ليس انتقاصاً لأحد، وإنما نشوف مدى بعد نظر القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا بأن وفقنا بأن بقيادة حكيمة. نحن كنا حتى قبل ما كنا نسمي الحاكم حاكم، كنا نسميه بيت العود، ونسيب بيت الشيوخ نقول بيت العود، ما كنا نرى ابن حاكم حاكم، ولكن كنا نرى أب. طبعا في الختام لا يسعني إلا أن أقول اللهم اغفر لزايد، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين، واجعل ان شاء الله يجعل الله سبحانه وتعالى مكانه في عليين، وان يسقي من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يضمن بعدها ابدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الشيخ خليفة والشيخ محمد والشيخ محمد وكافة حكام الامارات واولياء العهود، ويبارك كذلك في شعب الامارات الوفي انه القادر على ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.